من بلاد الرافدين حطت ريولها في الكويت، هي صاحبة المفردة العذبة والصوت الحنون، واللي ما في أحد لما يسمع صوتها ما يحس إنه فعلا الدنيا بخير. الشاعرة الجميلة شهد الشمري اليوم ضيفتنا، لكن مو بس كذي، أنا ما راح أقدم الحلقة بروحي، اليوم معي الأستاذ الشاعر الإعلامي ممدوح المحسن، راح يشاركني وراح يكون مذيع معي أيضا، هذا شيء يشرفني علشان نقابل الجميلة الرائعة. وهذا مما يسعد قلبي ويبهج الصدر بأمانة، لأن الليلة أنا بين فراشتين. شكرا. فسنحلق في هذه الأمسية بين الورود من خلال قصائد ضيفتنا اليوم، وانا متاكد راح تكون حلقه جدا راقيه بوجودك اكيد اسراب ووجودك الجميله شهد. وانا متاكده الحلقه ما راح تكون يعني من افضل الحلقات بالنسبه لي بوجود الشاعره الجميله شهد الشمري والاستاذ الشاعر الاعلامي مطول على الاستاذ يعني المحسن. طبعا انا كاستاذ. مشاهدينا عندنا تقرير بسيط، وذهبوا عمركم وذهبوا مزاجكم، لان رادين لكم بجو وايد حلو. الله، جميل جدا هذا المساء في لحظه البوح الجميل من خلال شهد الشمري. هذا الوجد وهذه الإطلالة الجميلة المتغيرة من خلال هذا الفيديو كليب اللي جبرت الشوق حتى تتغير يمكن في هذه الحالة. عادة الشوق يوجع، لكن الآن في ظهورك هذا أشوفك أجمل من أول ومتغيرة من خلال يعني حتى حضورك كشاعرة شهد. أول شيء مسيت العافية عليكم، مسيت العافية على كل مشاهدينا الكرام، تحية حلوة لكل الأحبة في دولة الكويت، وتحية لكل متابعيني في العراق الحبيب. أكيد يسعدني مرة ثانية أن أكون ضيفة مع قناة العدالة. مسي على أحمد الفضلي بداية. أحمد مكانك خالي، افتقدناه، يمكن هو بالقاهرة مو صحيح. إن شاء الله ترجع لنا بالسلامة يا أحمد. يلا عميت يعني. لكن لا تحاكي حمودي مديرنا أبو حمد ما يطوف شيء، لو كان بآخر العالم صدقيني قاعد يتابع الحلقة. أكيد مسي عليه بالخير. نرجع للشوق وجبرني الشوق، ما أعرف شنو كان سؤالك. قلت أقول الشوق عادة إذا تواجد في 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 قلب الإنسان تشعر بأن متعب مثقل بهذا الوجع، لكن الشوق اللي جبرك في هذه العودة الآن في هذه الإطلالة الجميلة وجدت غير مغاير في انتعاش اكثر لشهد. اكيد بالفعل، هو لو ما اني مشتاقه لكم اول شيء ما اجيكم. من اولها دبلوماسيه وشعر وجبال شهد ما تمشي الحلقه. مشيتها عليكم ها؟ لا انا كذي راح اقتل نفسي ما لا اسم الله عليك حبيبتي، اسم الله عليك. شوف المشاعر موجوده في قلب كل انسان. صحيح. ما ممكن واحد بينا يقدر يعيش بدون الحب والمحبه. الحب بالمطلق يعني بالعموم هو موجود، اما العشق ما بين الرجل والمرأة أيضا موجود، وأكيد كل علاقة حب يا أما تتوج بالزواج يا أما تفشل وينتهي الموضوع. هاي شلونكم شو أخباركم؟ تبي تطلع من السالفة بأي طريقة؟ تركي الإجابة هي اللي كانت موجة يعني، إما يختم فهي الختم عندها مشكلة في الختم. حلو يعني القفلة محلو. راح نتوقف عندها، لكن بعد هذا التقرير راح نعرف أكثر، نصبر إلى غوار شهد الشمبري. طيب أنا أقول قبل أن نطلع تقرير من صالحة طلع من صالحة. شهد نشوفك إعلامية ونشوفك شعرة نفس الوقت، أنت ما شاء الله عليك متميزة بالأثنين والكل فخور فيك، سواء بالكويت سواء بالعراق سواء بأي ديرة كانت موجودة، كل من عارف شهد الشمبري شنو هي من إنسانة. شهد وين تشوف نفسها أكثر؟ هذا السؤال. والله حقيقة أنا أشوف نفسي بالشعر أكثر، يعني الشعر هو الأقرب إلى قلبي. الإعلام أيضا مجال جميل، والتقديم خصوصا أنا قدمت برامج شعرية جميلة. صحيح. ولكن أنا ألقى روحي بالقصائد أكثر شيء. اعتقادك أم يقينك بأنه من يستمع لقصيدة شهد الآن في خصوص الكليب الأخير، يعني كم نسبة من يشاهد الجمال وكم نسبة من يشاهد الشعر؟ ماذا تقول؟ يعني فهمت الفكرة كيف؟ نعم أنا فاهمة قصدك. يعني هل يحفظ شعرك تشعرين؟ يحفظ نعم. أنا انصدمت حقيقة بالفترة الأخيرة أن المتابعين أغلبهم من النساء. جميل. هذا شيء صعب جدا يا أسراء، أنت تعرفين أنه المرأة نادرا ما تقتنع بمرأة أخرى. بالضبط. ولكن بالفترة الأخيرة أو بالثلاث سنوات الأخيرة بلشت ألعب على وتر المرأة. هذا اللي أنا جاي أقوله. رحتي قمت التحرشين فيهم شوية. أحسنتي. صرت يمكن لسان حال المرأة، مو تعنصر للمرأة ولكن هو لازم هيك، يعني إنه إحنا عندنا شاعرات قليلات حقيقة،
فإنه لازم أني أحكي بلسان حال المرأة في سبيل أكون قريبة إلها. نرجع لي سؤالك الأول، إيش قد اللي تابعوني لأنه مثل ما تشوف للجمال، وإيش قد اللي يسمعون شعري؟ يسمعون شعري 70%، والجزء الآخر ربما على الشكل، بس أتوقع بالفترة الأخيرة الجمال صار موجود بكل مكان، يعني مو فد شيء صعب. صحيح. واغلب البنات حلوين وعادي. انت عارفه لان هي مشكله، يعني في حاله عند المراه يقول لك ان المراه الجميله هي من عندما تكون صامته جمالها يتحدث عنها، ومن اذا تحدثت تلغي جمال الصوره ويظهر جمال العقل كذا. لذا اظهري ما بداخلك الليله نبي قصيده. طيب ما ادري والله ايش تحبون تسمعون. هواي احبك. هواي احبك. عند اصغر الموضوع. انا هذا الشعر من اول ما قلتيه وانا ليه هاللحظه اسمعه. اكيد سمعت فد مقطع قصير منها لانه هي فيديو كليب قديم. صح. هذه البدايات. هذه كانت البدايه لاني متابعتك من حتى البداية. لاحظت من خلال يعني متابعينا في الكويت يحبون هذه القصيده. وايد. هوايه يمكن دائما البدايات حلوه. على العموم اقول هواي احبك يا شمعتي. يا صباح الله وفرحتي، يا نظر عيني وكحلها، ويا تراتشي وقذلتي، من تغازني على نجم الحب أطير أطير، وأترس الدنيا بضحكتي، والصبح الصبح لو ما ضحكتك تكسر الخاطر غرفتي، وعودتني عودتني بصوت دافي، وين يا عمري بدلتي؟ وين؟ بيدي شيكك بيدي شيكك، واترك انفاسي بقميصك، واخذ من الشبكة حصتي، وابقى تاني وابقى تاني، واحسب الخطوة رجعتك، ها وصل ها روحي فرحت يعني جيت، والقى باحساسي عروس القى باحساسي عروس، ودخلتك على البيت زفتي، ولمسة جفوفك تخلي احساسي طير، وألقى ذرعانك شجرتي، وأنسى كل شي وأحكي كل شي، وألقى شفتينك حنان الله على شفتي، وويلي إذا زعلان شفتك، أي ويلي إذا زعلان شفتك، باردة تبين جهنم من نقارنها بحسرتي، تدري هواي أحبك، كوم أحبك، موت أحبك، وأنا هواي أحبكم. يا سلام. الرد عندك استاذ مجد بتركي. لا ما هي ما نبي السؤال قصيده طويله، انا احب الرد على القصيده. احيانا بعض القصائد اسرار يعني قليل جدا من يسمع قصيدتين في آن واحد. صح. يعني شاهد اسمعتنا مو قصيده قصيدتين. أيه. الالقاء قصيده، وهذا مهم جدا في توصيل القصيده الحقيقيه. اي والله صحيح، ذوقك لان الكلمات مهمه، مخارج حروفها، المعاني، الغزاره، الصور الشعريه اللي فيها، هذه بحد ذاتها صوره جميله يعني. والتعبير والقصيده بحد ذاتها اكيد جميله يعني. انتم الاجمل. بس والتعبير بحد ذاته شيء ثاني يعني، يخليك تندمج. ايش بعيونك دمعت؟ لا الكاميرا ما حطوها علي، ليش تقولين؟ شوفوا شات ايش قاعد تسوين على الهواء. في احد يقدر يسمع هالشعر يمشي طبيعي؟ صدقيني لا، هذا اللي ما عنده قلب. يا عيني عليك. شهد نشوف بالفترة الأخيرة فعلا نفس ما قال أبو تركي، كنتي دائما بالشوق وهالأمور هذه، لكن بالفترة الأخيرة قمتي تتجهين حق نقدر نقول الحب، نقول إيجابية أكثر، سعادة كذي، وناسة، شنو السبب؟ شنو السبب؟ يعني ما أعرف، أني بالعكس بداية قصائدي كانت غزل الأغلب، بداية من هواي أحبك، بعدين رجعت الفيديو هم تشتاق. أنا أغلب قصائدي عن الشوق على فكرة، بس يمكن آخر قصيدتين صارت بها شجن وبها حزن، منها بنادم. أصبحتي نتاج أو مرآة للآخرين أم نتاج انعكاس ما بحالة؟ الاثنين الاثنين، يعني أنا ما أكتب كل الأمور اللي تمر وياي، وبنفس الوقت أكتب للناس. يعني نسبة الحقيقة في قصيدك مصداقية 70%، مجلباني بهذا الرقم. يعني من يعرف اللي بيعرف ملامح شاهد الحقيقية يتمعن في قصائدها. صح. ترتسم ملامحها اللي هي الحالة اللي تكون في قصائد حقيقية، يعني مثلا عندك الليل موتة يا معاشق، هذه حقيقية 100%. عندك قصيدة بنادم. الآن أنت واقفة قدام مرايتك القصيدة اللي تقولينها على طول بدون تفكير. اللي أقولها لك أنت اللي هي قصيدتك أنت تكلمين حالك فيها.
أقول الليل موت أيام عاشق، الليل موت أيام عاشق، وأنا عاشق وأنت ليل. طول وخل عمري يكسر، عمري من يكسر عشق يصبح طويل. منين هاي الصدفة جتني؟ غير كانت أحلى صدفة، كانها مثل حكاية أمي، ما قست وياي ترفع. منين هاي الصدفة جتني؟ غير كانت أحلى صدفة، كانها مثل حكاية أمي، ما قست وياي ترفع. وكان قلبي هواي بارد، حلم عنده حكاية يسمع دافي. وشفتك ونساني وجهك، شكوني بدنيتي مو صافي. ليلة بيها جروف قلبي، لابس احساس الشواطئ الفوقها تصبح نوار صغافي. وكنت اسمع عن هوى السبعين واحلم كون اشوفه، وكون القالي ولف ينزار من اشتاق اطوفه. وانت ذاك كان فتشي مستحيل، فارس احلامي العمر كله انتظرته. ومن قبل لا اشوفه لازم بيده سيف، ومن قبل لا اعرفه صرت انا مهرته. والتقينا بليله حلوه، ليله بس بيها حكينا سنين، هي ليله وكانها عشره، مو الشيطان الملح ما بيننا. وقصه الحب البريئه الماكو بيها حكايه تجرح، كتبناها اثنين. وينك انت؟ وينك انت الخاطر مربيه طيف؟ احتاجتك عيني تعال بداعتي، طولك عيونك ضحكتك مستحاك، ذني ما خلنا نعيش براحتي. يا قمر وعيوني ليلك، يا قلب بضلوع عشيلك، يا حبيب الله وكيلك، انت مثل عيوني ذني. نايم من دونك صفنتي، شما نفخ بيها الوقت تطلع ونين، ودايخ الناس بصفنتي، صفنة غروب على بال مسودنين. دايخ الناس بصفنتي، صفنة غروب على بال مسودنين. سلامتكم أخي شهد. أخي هذه بدال صح لسانك. هذه بالنسبة لي أخي صح لسانك معروفة، بس أخي من قلب طلعت. وهذه الأخي يعني قالتها أسرار، يعني هي بالفعل هي انعكاس للمتلقي، يمكن هي لنا الأقرب الآن وعلى الشاشة اتضحت هذه الأخي، وهي تعكس واقع. أوكي، أنثى أخرى في جانب آخر تتمنى أحد يترجم حالتها وكذا يعني. نعم. لكن من يترجم حالة شهد الحقيقية اللي هي تعجز أحيانا عن تصويرها يعني؟ من شعراء؟ والله الأسماء كثيرة حقيقة، إذا أريد نذكر أسماء شعراء العراق ما شاء الله عليهم مبدعين، ويعني أنت تعرف إحنا يمكن بلد مرينا بالكثير من المعاناة، الكثير من الحروب، ودائما المعاناة تخلق من الإنسان شاعر. الله لا يعودها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، الله إن شاء الله ما يعود كل الأيام السوداء اللي مرت علينا، والأمن والأمان لعراقنا الحبيب يا رب. فقلت لك إحنا يمكن أصغر شاعر بينا يبهرك بقصائده. إذا نحكي بالعموم بدول الخليج أو العراق، نبدي من العراق مثلا. أنت طبعا حتفوتني بمطب ما راح أقدر أطلع منه، بس أنا مجبرة يعني أذكر لك الأسماء كثيرة. الكبير عريان سيد خلف، ألف تحية إليه، الله يطول بعمره أكيد وينطي الصحة والعافية. هذا إنسان أولا وشاعر ثانيا، لأن ضروري أن تكون أنت من جوا إنسان، داخلك إنسان وبعدين شاعر. الكبير حمزة الحلفي، المبدع جبار رشيد، أثير التميمي، إيهاب المالكي، الأسماء كثيرة يعني. يعني ما شاء الله شاهد مختارة أسامي فعلا، أسامي ضخمة على الجرح يعني. إيه رائد أبو فتيان، الأسماء حلوة يعني. ما أعرف بعد، العراق بلد الشعراء يعني. يعني أنا بكل أنانية أمانة نعترف يعني يعني أحيانا هذا 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 قدر الشعراء، بأن نستمتع في جروحكم، نستمتع في آلامكم، نستمتع في حزنكم يعني، وهذا اعتبرها أنانية، لكن هذا قدركم في الحياة. تونون احنا نقول الله، وكأننا نفرح على احزانكم. ان شاء الله ان شاء الله هذا انعكاس صورة جميلة. وليش تستمتعون؟ احنا سمعتي قصيدة جميلة، ايش تقول؟ انت قلت الابداع يخرج من رحم المعاناة. ايه؟ انا ما اقصد مجاز نفس الفكرة، انه هي قاعدة تقول قصيدة حزن حالها، انت راح تقول الله. يا اسرار
لا السالفة فيها حزن بحزن، وأنا وايد قاعدة أمسك نفسي على الهواء. إيه على فكرة طبعا هي طلعنا فاصل أحسن. إيه نطلع فاصل. صدقوني أنصحكم بالفاصل. نطلع فاصل. طلعنا فاصل. يلا نطلع فاصل نرجع مع شهد الشمل. ضم شوفك إلي، ضم شوفك إلي الغير النظر ممنوع، ضم شوفك إلي الغير النظر ممنوع، تصد العيون غير شحتها وشحدك، كلك مالتي كلك مالتي ومالك جزء يعنيك الجسد والروح لي وكل شي ما عندك وكل شي البيلك كل شي البيلك يلتدرى موتا بيك أحس قيمة الوجود منوقف بسدك ترى مسودني شوقك والتحب تغار ضجت من شامتك شي لازقة بخدك ترى مسودني شوقك والتحب تغار ضجت من شامتك شي لازقة بخدك بالك يوم تغلط لو تصد للغير لو حتى بحلم تطلع مرة تودك لطبلك بالحلم لطبلك بالحلم وياي الف كابوس وخذنا وحضنك وشبقك واختل بزندك هاي رويحتي لك هاي رويحتي المتشم هواك تموت لو كل الجروح الطيب ما فلك وك هاي رويحتي المتشم هواك تموت لو كل الجروح الطيب ما فلك منصدلك قمت تحط حفنة ملح بالعين خاطر من أشوفك أنا ما حزدك يا حبل وصال عمري يا حبل وصال عمري وعقدتك بالروح وأنا بكيف أموت وما أفك عقدك تودعني تودعني وتروح وتوصل على الباب وتجيك رويحتي وللداخل تردك الله بعد ما تبيني أقول أخي الله أخي ما تبيني أقول أخي جاوبيني لا جاوبيني تتعودنا عليه دائما في لقاءاتك برامجك تعملين أنت يعني حوار دارميات أو أبو ذيات أبو ذيات تكون مع يعني ضيوف وكذا هسه نريد نلعب إحنا اللعبة يلا أوكي. نلعب أوكي بالبداية طبعا بس ما راح نطول فيها لأنه ما إحنا حافظين كثير يعني عارفة بس أوكي. إنها يعني أنا قاعد أسمع اتفاق هنا إيش قاعد يصير أي في اتفاق قافت راح تشاركينا بدون ما تشعرين إذا هذا الحب اللي قاعد تقولينه عقب أخيه وتأثيرك في شهد أعتقد يعني افترض أنك تحافظ أنا ما أحب بس أنا أحب شهد وأحب شهد حبيبتي تطلعون عليه شعب نقول حبيبة مجروحة حابة شعر شهد أكيد طبعا. حافظة شيء أنت من الرياضيات صحيح؟ أتوقع يعني ما معقول يعني والله هو شيء يلا محاولة نبلش فيها يلا ابدي معك خلينا نشوف شنو اللي ممكن نبلش طبعا قبل لا أبلش تشوفون مشاهدين هذا ديوان هذا ديواني الشعري طبعا تسويق مسموح والعدالة ما يقصرون هذا انتاج شركة سهلين حبيبتي انتاج شركة بلاتينيوم طبعا كويتية وتوزع لي كل بلدان الخليج وجايبت لكم أكيد نسخ منه راح تحصلون بي كل القصائد اللي موجودة عندي كاتبتها فتحية حلوة لكل الأحبة في شركة بلاتينيوم وشكرا على الكتيب الجميل نرجع لأبو ذيات في سبيلي شاركوني أبو تركي وأسرار شو نقول؟ اخترت الشخص الغلط بس معاك لا لا ما يخالف ما يخالف ما يخالف ترى ما في ارتباط يعني هي بس مجرد يعني المهم المشاركة أقول ورد ورد والعالم تحسدك على الشم وش أقول أنا على الوشم قلي على الشم جمالك جمالك عم على البصرة وعلى الشام وسبب بغداد وأهل الناصرية أويلي شهد شمام شربت شكر شفتك شفتك شهد شمام شربت شكر شفتك شهد شلزم شعوفا شكض شفتك شفتك شهد شاهد شاهد شهد شاهد شهد لي بيوم شفتك سلب روحي وتركني الأذية هاي مو لي هذه ما صح لسانك شنيا علي الدور يلا دورك هذا مني لك حبيبتي مخالف مو تزعل لا لأن الهداء جاي يعني حق شهد حبيبتي خصيصا يا عمري تفضلي فداك الكون بطوله وعرضه زين وبالك بالحكي وسعه وعرضه أرقص سامري لجلك وعرضه ايه؟ والعب تشوبي إذا مريت بي الله والله سامري وعرضه تشوبي
حلو، صح لسانك. ينفع اثر شعره؟ لا والله ينفع. اخذ هذا اكثر شعر انا احبه بحفلته. لا والله حلو. اخذ روحي نظر عينك وردها، اخذ روحي نظر عينك وردها، عطشت والفزع حبك وردها بهجرك دوم لا تقطع، وردها الهجر يقطع وريد العمر بي. الله، وحق ربي الخلق، وحق ربي الخلق للنوح والهم، والهم صارت بيدي أدفن صبر وألهم. والهم يا قلبي أحبابك الولوك والهم والهم شو تسوي والهم. والإجازة كبردة جازة بردي. الله عليك. يلا خلاص. يعني عزلتي؟ انا ما راح اعزل مقطع. يلا يعني شوي عشان ارجع الموقف ما يصير ضايعه بينهم. شكلي يصير اوكي. زمانك لو زعل وياك خله خله، واسكت لا تبين بيك خله خله. سلامتكم. بس تاليف الشعر اكمل اللي هي طبعا الابوديه مالتي. زمانك لو زعل وياك خله، واسكت اسكت لا تبين بيك خله، مو سهل الخليل يعوف خله، بس صعبة الكرامة تموت بيه. أنا صعبة الكرامة تموت بيه. وقت موت الورد كل ورد لك، وقت موت الورد كل ورد لك، عفتني وبس خبر منك ورد لك، تريد نعود مثل أول وأرد لك شرط، رجع شكو ميتين لي. الله عليك. الأبوذيات وهذا الاختصار العظيم الفاخر للقصيدة، يعني حتى الدارميات يعني اعتبرت وأجيزت أنها قصيدة متكاملة. صح. مع أنها شطرين يعني عارفة. صح. فهذا هذا هذا الإتقان بفنية كتابة الشعر في العراق، هل هو أعتقد أنه مطشر اللي هو بدأ الأبوذيات اسمه إيش؟ رحيم مطشر. رحيم مطشر. لا لا لا. بدأ فيها لا رحيم بدأ فيها بالختمة الساخرة يمكن. ممكن إيه. ختمة الساخرة. إيه تحياتنا رحيم مطشر يعني. رحيم هو اللي يمكن سوى لها فد جو كوميدي وساخر، ولكن الأبوذية موروث قديم. قديم ويكتبوه أهلنا بالجنوب وتحديدا محافظة الناصرية. ذي قار، وفي ناس محترفين حقيقة في كتابة الأبوذية، وتلاحظ أكو مرات بيت أبوذية كامل يسوى له قصيدة. نعم. يعني موضوعها كله يسوى قصيدة. وبالمناسبة أنا يعني من خلال اختلاطي بالشعراء اللي بالخليج يستصعبون كتابتها، أن يشوفوها مو سهلة، فيحاولون أنه يختلطون بالشعراء العراقيين في سبيل يتعلمون يكتبون الأبوذية. مثل ما يعني الدارمي موجود في محافظة الديوانية. صحيح. بالعراق مثل الزهيري موجود بالغربية، وبالكويت موجود. وبالكويت. صحيح. الموال يعني نفس الشيء بالضبط. العتابة أيضا. صحيح. يكتبوا بالغربية. صحيح. بالنهاية كلها كل شعر شجن واحد وروح بوح واحد. بوح واحد. نعم. وكذا يعني كلها احاسيس وعوار قلب تكلمون بلساننا لما احنا ما نعرف نتكلم. شاهد بطلع شويه من عالم الشعر والكلام اللي قاعد نتكلم عنه، نبي ندش شويه بالسوشيال ميديا. طيب. نبي نعرف ربعك بالسوشيال ميديا منو، وبسالك عن اول انسانه اللي هي الاعلاميه الجميله حليمه بولند، علاقتك فيها؟ تحياتنا اكيد الحليمه. حليمة يمكن قابلتها مرتين، مرة في بيروت التقيت بها، والمرة الثانية في دبي يمكن قبل 10 أيام. جمعنا مهرجان الرواد. جميل. وتكرمنا أنا وكذا فنان من ضمنهم حليمة، تحياتي إلها. أعرفها صار لي سنة، إنسانة طيبة داخلها غير اللي نشوفها بالتلفزيون والسوشيال ميديا، لأن الإنسان ما تقدرين تحكمين عليه إذا ما تعاشري. نعم أكيد. فحليمة داخلها بيبي يعني. والكل يعني الكل ما يقدر يغير الكلمة هذه، إنه فعلا حليمة بولند اللي قاعد وياها راح يغير وجهة نظره. إيه؟ نظيفة وبيبي وفعلا. صح. إنسانة صافية. ما فيها من النوع اللي ممكن إحنا نقول عنه إنه مو زين. صح. لكن اللي يقول لك اللي ما يعرفك ما يثمنك، وإحنا يعني صرنا بمجتمع بس على شكل مجتمع صعب جدا. أنا أتعامل وياها كإنسانة، أنا أشوفها إنسانة داخلها نظيف جدا، ما له علاقة بأمورها الخاصة، يعني هي حرة، كل إنسان حر. بدأت تكلم على السوشيال ميديا الآن. الآن يعني من خلال متابعتي لسنابك وأشوف حياة جميلة في العراق.
صح. واخبار تعيسه حزينه في العراق. صح. انا من اصدق؟ صدقني إلي. لا جد اشوف يعني وسنابات كثيره تبين انه صدقني إلي لسبب. ما يعرف مفتعل الاعلام ولا ابو تركي، تصدقني إلي لسبب واحد، انه بعض الاعلام للاسف مغرض، وبعض الصحافه صفراء ما تنقل لك الواقع الحقيقي للعراق. بينما احنا يمكن الناس الاعلاميين او الشعراء او العاديه الناس البسيطه ما عندنا غايه ولا عندنا فد هدف معين لما نصور لك بغداد بصوره جميله، وهو هذا بالفعل الواقع. الافتحيه للكاتبه فجر السعيد، فجر من خلال سناباتي جتي للعراق، سوت زياره لبغداد، جتي وشافت الوضع جميل جدا. فانت بكل الاحوال لازم تنطي صوره حلوه عن بلدك. فأني من طلعت وصورت سناباتي بالعراق مو مبالغة، بس الوضع زين الحمد لله. مو مثل ما أي مو مثل ما نسمع يعني بالخليج بالعراق وشلون عايشة وشلون كذا، لا بالعكس. طبعا قبل أدخل على سؤالي عن السوشيال ميديا، أوجه تحية كبيرة إلى الأستاذة فجر السعيد أم عثمان، وفعلا أنت إنسانة جدا طيبة 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 ونحبك وايد والله يوفقك وين ما كنت. أريد مرأة لما تبيع عن مرأة كذي بتطلع من مرأة فجر السعيد، أريد منها فد هيجي فد خمسة بحياتي، فد خمس نساء بحياتي أعاشرهم وأعرفهم وأطب وأطلع وياهم مثل فجر، كان أموري طيبة. لا شك أن خلف كل رجل عظيم امرأة، الأستاذة سعود السبيعي الشاعر الجميل العذب كذلك مسيه الخير، يعني شخصية ذات فكر وذات يعني أبعاد احنا تعلمنا منها الكثير أمانة، مسيه الخير. ومسي أيضا الأستاذة فجر السعيد، ويا رب يدوم الأمن والأمان علينا وعلى كل الأمة العربية. الله يسمع منك يا رب. الشاهد ايش كثر السوشيال ميديا ضرك أو فادك بصراحة؟ السوشيال يعني سلاح ذو حدين أكيد، بأماكن معينة فادني، بأماكن معينة ما فادني. يعني الحلو بي بالموضوع أنه محبة الناس، محبة الناس نعمة، يعني تشوفين ناس تحبك ببلاش من غير شيء من غير مقابل، يوقفونا بالشارع، يسهلون أمرنا سواء دوائر الحكومية سواء أي مكان ترحيلة، فهذه محبة الناس هي اللي طلعنا بها من الدنيا. نعم. كم تعلمتي وكم توجهتي وكم هوايه؟ اوه انت تعرف يعني ابو تركي ما تعرف اني اكثر وحده تاذيت، اني اكثر وحده تهاجمت، اني اكثر وحده انضريت، بس مع ذلك بقيت انسانه قويه واثبتت لنفسي انه المراه لازم تكمل. وشوف كل انسان يمر بعقبات، يمر بصعوبات، بس هو شاطر شلون يطلع منها، شلون يغادر هذه المنطقة. نضطر نكذب في السوشيال ميديا وخصوصا السناب الحين المتسيد، يعني نكذب في حالتنا حتى نعطي الآخرين، كنا إعلاميين، نحن نتكلم عن الإعلاميين والشخص اللي عنده متابعين بشكل عام، يعني نكذب حتى نصبح نحن جانب إيجابي للآخرين حتى لحساب نفسنا، لأنه نشعر بداخلنا في مهمة اتجاه أنك إن لم تجد هذا الأمل فيك دا غيرك يمكن. صح كلامك. تتعبين يعني بكل جانب. أي أكيد تتعب، بس أني يعني أنا مشكلتي يمكن ما أعرف هي زينة أو مو زينة، كلش عفوية، أتعامل ويا كل الناس بطيبة بسذاجة، طبعا هاي سابقا هسه شوي قللت منها، فبالتالي ما لازم تقلل منها يعني لازم مو خلاص كافي الطيبة الزايدة ما تفيدك. الطيبة الزايدة ما ترات، فبالفترة الأخيرة بديت أقلل من عدها، بالتالي إحنا بشر يعني صحيح مو ملائكة صح لا لا. أحسنتي. وللأسف يعني أبو تركي في ناس تعتبر الطيبة غباء، وهذه المشكلة اللي الواحد الطيب يعاني منها. إيه بس هو شوفوا الإنسان الطيب إيش قد ما يقدر يكون مو طيب ما يقدر. ما يقدر. لأنه هذه الطيبة مزروعة بالفطرة يعني موجودة بيك. أحسنتي. ما تقدر. طيب فتحنا لك موضوع الطيبة يعني. وين تأخذ الطيبة فيك في قصيدة؟ وجدتي حالة الطيبة فيها وثقتي حالة الطيبة فيها؟ الطيبة وين تاخذنا؟ هاي هي انتهت كل المواضيع، هاي هي انتهت كل المواضيع، ولا تفتح بعد وياي صفحة، يا صفحة البقت ظل بس الجلاد وعلي مكتوب حبك راح امسحه، واخذ الباب بيدك لما تفوت ولا ترجينا من ندق نفتحه، وارض صحراء صيرا وارتجي الموت ولا أقبل تبوس بجسمي مسحة، واضحك اضحك مو علي
على عايزة البيك يمن ما فاد بيك الزاد ملحة يمكن يصحى تمثالي ويحاكيك وأأكد لك ضميرك عيب يصحى وشلب ثوب النظيف تلبسه وياي وسواد بروحك شما أطوى صفحة ردتها العشرة حلوة تخلص وياك ونعم خلصت ولكن صورة ملحة عندك عين عندك عين تسحر من يصد ليك والأخرى بلا خجل فدنوب وكحة ومو بالقوة بو ما تصير طاووس مو بالقوة بو ما تصير طاووس ولا خير شرط من لزم سبحة الليل الليل أسود نعم بس يكتم أسرار عكس وجه الصبح سرك يفضحة خذيت دروس منك حصة أجيال بس جيب الوكح درسك يشرحة اللي يحب اللي يحب من شف حبيبه يريد تذكار مو يتلاوى حتى يشيل رمحه اللي يحب يحكي بحبيبه ويلي يحبون وتعاين على الملامح تلقى فرحه وانا اضطر انا اضطر لان تسمعني شمات عاين عالجرح ينزف ومسح سلامتكم لا 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 هيتي ما اتفقنا لا هيتي ما اتفقنا اكبر غلط يعني اليوم اسرار يعني لا يا اسرار انا اقول لكم مشاهدينا الشعر جدا جميل وانا فرحانه الشعر لنا وايد حلو عندنا تقرير خلينا نطلع فاصل اقوم ابوسها يا معود ارد اقوم ابوسها اطلع لي فاصل رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ومع شعرتنا شهد اللي فتحت ردود الفعل كبيرة ايه تليفوني مشكلة أيه يعني احنا جايبينك ضيفة لنا بكيتي مذيعتنا يا شهد والله ما يعني انا مشكلة هسه لو رجال يبكي اتحمل بس مرة تبكي ما اتحمل بعد عمري قامت عمري ابدا ولكن قد نصنع الدمع احيانا يعني لا انتوا ما تبكون لانه انتوا ممثلين اي شهد صح صح حطيه 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 بردي شبدي بردي شبدي ان كنا انتن المسرح الكبير اللي احنا قاعدين نحاول نعيش فيه يعني ولا نتقن يعني مساكين انتو جدا جدا يعني الله اكبر احنا اللي ممتازه عليك احنا اللي ممتازه احنا طلعنا اللي ممتازه غاليه هديتي دليل على انك بس حساسه وهذا رد الفعل يعني شفتي اللي قصدته من ساعه انا يا اسرار انت بكيتي وهي فرحت لانه هذا رد فعل لجمال قصيدتها حبيبتي يعني هذا حال المبدعين بس تبي الصج لا قول ما حق مشاهدينا الصجيه ما فرحت لما شافتني لا ما فرحت والله مسكينه قامت الفرحه فيه. الداخليه باني انا قاعد اكتب صدق انا زعلت لانه هي بكت وانت لا مش فرحه شماته لا انا هذا انا هذا انا وصل دمعي قهر قلبي انك بكيت وما بكيت الحقيقه اكتبها انا صادق من القلب للقلب يصل مباشره اي يعني صح اني يعني. يمكن نفس موضوعك اسو حبيبتي اكو بنيه هنا عايشه بالكويت عراقيه اوجه لها تحيه ريهام ريهام بس عرفت انه اني موجوده بالكويت حاولت بكل الطرق تتواصل وياي يعني اني عندي معجبات الحمد لله وشكر عندي هوايه بنات يحبوني بس هذه اصرت انه تشوفني جتني الفندق وجابت لي ورد وما ادري ايش شافتني قامت تبكي قلت لها دموعك غاليه علي ليش طلعت عندها قصه وهي واحده من قصائدي الله فمتاثره بيها يعني أنا بداخلي زعلت وبنفس الوقت على قولتك أفرح لأنه أحس صدق صدق الكتابة واصلت لهم ما كنت تدعين الكتابة صحيح وهذا هذا شيء مهم جدا الحمد لله قلما تجد تأثيرك في الآخرين يعني صح متعته عندنا تقرير يعطيكم العافية ويعطيك عن الدموع لا ماكو دموع بعد عندنا تقرير وايد حلو مع بعض نبي نشوفه على الهواء نركز بس على الشاشة شاهد بعد أبيك تركزين على الشاشة أنا هاي شاشتي حصل أستاذنا وشاعرنا الكبير شو تريد تقول وتسمعنا من شعرك الحلو أنا أريد أسمع منك أنت يا حلوة قولي لي أنت أول ابتدي وأنا أبدي وراك زين عيني يا أبو محمد شنو رأيك نقول أبو زياد يلا الحلو يطلع منك يا حلو الله عليك سمعيني الله عليك أنت الله على الجمهور الله على المشاهدين الله على المصورين الله على الكل كل 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 الله عليك علي الأيام من دونك تمر قشرة قشرة نحل جسمي وراسي صار بي قشرة استخدمي هندل شوندر زين حلو التفاح بس يسود بلا قشرة قشرة تعال وشوف ببعدك ايش صار بي والنعم 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 منك
الله عليك. نعم وثلاث انعام منك والله. لا لولو ولا ياقوت ولا مرجان. مرجان. بشر مثلك ابد ما مر ولا مر. جان من باوع وشاف حسنك يا مرجان اكيد ينجن من شافك لو شويه. الله عليك. الله عليك انت والله على الجمهور والله على الموجودين والله على كل كل كل. روحي وياك. اريدك بس تحميها. احميك واحمي اهلك وطوايفك كلها. روحي وياك. اريدك بس تحميها. احميك احميك من جوه من فادي. هذا هو الاسباني يحمي يحميك ويحمي يدك حتى لو احد عندك حتى لو عندك احد مدفون في القبر راح يحميك. وش تبون غيرك من ذلك؟ هذا الحمايه. هاي الحمايه الاصليه. ايش كثر تزعلين شهد بصراحه من التقليد؟ لا 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 ما ازعل بالعكس. كلش لا لا بالعكس. هذه طبعا قبل لا يسووها على فكره قناه ام بي سي اخذوا رايي. نعم. لانه تعرفين مثل هيك مقاطع من تتقلد مستحيل ما ياخذوا الراي الفنان على القضايا. اي فاتصل بي اكيد حسن والاء. تحياتي للفنانه اكيد العراقيه الجميله الاء شاكر وللفنان الكويتي اللي موتني من الضحك حسن بلام. الف تحيه لك حسن. اخذ رايي بخير. صحيح وما زعلت وانا اعتبرها بالعكس اضافه ما يدرون بي يعني ما أزعل. المسك عندك في يكون الختام يعني في ما في ختام. تو الليل يا ابو تو الليل طولت السالفه. شهد جايه الكويت يا بعد ما ترجع يا بعد خذيناها منكم يا اهل بغداد يا عمري. جميل والله ما ادري اني ما في قصائد. انا عاجبني اسمعكم من الديوان. ايش رايكم؟ اسمع منا بس ما هاي ما بيها بكي هاي عليهم هم منا عليكم منا. عم بنطرها يبكي اليوم ما راح اخلص ما راح اختم الحلقه لين يبكي يا حبيبي. مستحيل. ولو مو تاج احسك بس قلت تاج واحس بروحي في ظلك اميره. ولو مو تاج احسك بس قلت تاج واحس بروحي في ظلك اميره. واذا سالوني عنك ايه قلت شيخ ورخص خاطرك نص العشيره. افهم وافتهمني وريح البال وقلب المنشلع حدد مصيره. وميزني بذكائك ميزني بذكائك وافهم شبيك فرق بين المحرر والحريرة. وإذا صغيرة شفتني عيونك صغار النجوم بعاد وتبين صغيرة. إذا صغيرة شفتني عيونك صغار النجوم بعاد وتبين صغيرة. وكل يوم كم عيد اليمر كم عيد ميلاد علي علي تبخل وأقول أن يكرم هواي. وكل يوم الصبح يهدي لي ليرة. وكم عيد اليمر كم عيد ميلاد لا جايب مخدة ولا حصيرة. اش ما اتقربت بعد المسافات ولك والله بمحبتك حرت حيرة. دقلي شلون أبدلك ورضة بالغير أدري شلون أبدلك ورضة بالغير. وقلبي شلون هم القالي غيره. لا تلعب يا عمري وصير حباب تراني وداعتك كلش خطيرة. يا سلام. تستلق. هذا شوية قصيدة أشوفها جدا قصيدة عادية جدا يعني. ومعني عادية جدا. ما بيها بتي. ما تبي تفكري. دورت أقل شعر إنه يكون عادي. الحمد لله جتنا سلامات. الحمد لله جت سليمة. شاهدنا بنتكلم شوية عن عمليات التجميل. أوكي. شاهد الشمري سوت عملية تجميل أو لا؟ أنا سويت صراحة. عندي كان كسر هنا بالخشم ما راح اصير مثلهم. كلكم كسر؟ لا والله لا لا جديات. انا احنا الرجال ما نكسر خشمنا الا لا الرجال مو حلو يسوي خشمه اصلا ما نكسر خشمه. انت كله كسر اي انت لا تكيف هم احوج خشمك منه. احنا نقول كسر ويقولون انحراف. جايبه افعاله شهد معلش منهم. احنا نقول كسر وهم يقولون احنا عندنا انحراف ما نتنفس. لا لا جديات. انا قبل ما كنت اطلع يعني بقناه الفيحاء برنامج شهد وشعر كان ياخذوني المصورين يعرفون ياخذون البروفايل فيبين من انا عندي كسر يعني كلش واضح وضوح الشمس. فما لعبت بخشمي من انا ما سويت له تجميل ولا زغرته ولا شيء مجرد تعديل عدلت العظم لا اكثر ولا اقل. هذه رقم واحد. اثنين ضعفت كنت اسمن تعرفين يعني احنا ويا الحداثه هسه السمن ما يراد واصلا يكبر فضعفت سويت دايت.
ضعفت كلش هواية، يعني جتي فترة اسمن وأضعف، حتى أنا يعني شوية ضعفانة عن ذاك اللقاء وبس. ها هي ذات ست حلو وشوية إبيرة صغيرون هنا أنا نفخ هنا بس إني ما يأثرني. هذا عادي أيوه هذا عادي شوية بس عاد لو بخليكم يخلص البرنامج بعد خلص يعني نساء وجه التجميل. أذكرك في لقاء القديم اللي عملتيه في السابق في لقاءات العدالة. بلي لقطات جميلة كانت، أعتقد بكل الإخوان مجهزينها بيشوفونها. يلا خلينا نشوف ونرجع نستذكر هذا اللقاء. طيب. معكم كانت أيام جميلة، أيام حلوة. وكان شتوي وشتا الكويت دائما يكون ساحر وفاتن فيه. الكويت بكل وقت حلوة جميل. لا الشتاء هاي كل الشعراء أيه. ملهم تماما أكيد يعني. أكيد طبعا لا مستحيل. هذه من أجمل لقاءات على فكرة اللي سويتها. صحيح. مو بس عندكم بالكويت بربط أو بالخليج، حتى عندنا بالعراق. مثل ما ذكر أحمد الفضلي بكذا لقاء أنه هذه الحلقة جابت نسبة مشاهدة أعلى شيء بتاريخ قناة العدالة كلها. صحيح. عدة أسباب. السبب الأول أنه مشاكسات سعد المعطش، تحياتنا إلى ألف تحية وين ما يكون. اثنين الضيوف كانوا صراحة سلسين بالحوار، وأحمد أيضا كان سلس بالحوار، لذلك أنا أعتبرها حلقة متكاملة. شاهد أنا راح أقدم استقالتي. لويش؟ أنا على السريع راح أقول قبل الختام راح أقدم استقالتي. أفا شلون تقولين حق أبو حمد كذي بيت شعر وأنا ما ينقال؟ آه تستاهلين والله. حتى لو قالوا لي ختام ما مالي شعر. تستاهلين خلاص. بعد الدموع لازم. خلاص ولا يهمك. عشان دموعي بس. لازم يجبر الخاطر. لا ولا يهمك. أسرار عجيبة، شلون ما سموت وردة؟ ليش سموها أسرار؟ عجيبة شلون ما سموت وردة ويا حالي حالة المجنون. وأردة بحديقتنا نتمنى تصير أردة وردة ونشمك كل صباح وكل مسيء. يا ويل حالي عندك الختام يا أبو تركي. حبيت يا ويل حالي. الله يسعدك وكل الشكر لك وهذه الإطلالة الجميلة وهذا الحضور يعني العفوي، وهذا هو أهم شيء في الحضور. أكيد كل الشكر لك ومنين لهذه اللحظات الجميلة اللي تجمعنا دائما. واتمنى يا رب نشوفك في أجمل وأجمل ما أما أنت عليه الآن جمال، لكن نطمع بأكثر وأكثر يعني. وأسرار أنا جدا سعيد اليوم في التقديم معك اليوم. وأنا تشرفت أكيد وياك أستاذ بوتركي اليوم باللقاء وياك، وأنا كنت سعيدة أكثر أكيد بلقاء الشاعرة الإعلامية الجميلة. كحلت عيوني اليوم بشوفتكم حقيقة. الأخ أبو تركي ما شاء الله عليك مبدع. عندك أمس أسبوعها شعرية بسرعة متى؟ عندي أسبوعها بجامعة الكويت. أيوة. جميل. كلية. إيه إيه ما أعرف والله اليوم. اقتصاد قلتي لي. أعتقد إيه. اقتصاد. يوم الثلاثاء. تحطين بوست وعد حق. إيه أحط يعني بوست. الكويت ديرتني عشان يمون. أكيد تستاهل الكويت. عندي بجامعة الكويت أحط لكم كل التفاصيل على سناب شات أو الإنستغرام. بالأخير بس حابة من باب نكران ذات أشكر مصممة الأزياء ابتسام الهاجري. اللي سوت لي الفستان، ما ادري اذا عجبكم. انت اللي حليتي الفستان اكيد. حبيبتي وتحيه حلوه لاسماء البريك اللي سوت لي الميك اب والشعر، وتحيه لكل الجنود الاوفياء اللي عاملين ويانا خلف الكواليس. كل الشكر لك. شكرا جزيلا. على خير باذن الله تعالى. وكان هذا المساء جميل بقمرين جميلين يعني اضفوا لهذه الامسيه شيء رائع كثير. اتمنى يا رب نكون وفقنا في هذا التقديم، واتمنى عوده زميلي طالب السلام ان شاء الله وايضا احمد. نلقاكم بكل حب بإذن الله تعالى كما استقبلناكم بهذا الحب. تصبحون على خير.